دور النادي الاهلي بقى، دور النادي الاهلي الوطني خلال حرب 67 او في حرب 67، وازاي تحول الكلام ده، يمكن ناس كتير ما تعرفوش. ملاعب النادي الاهلي تحولت لمراكز تدريب عسكريه. اعضاء النادي الاهلي يعني تطوعوا وتدربوا على المقاومه الشعبيه زي كل حته في مصر، مش في النادي الاهلي بس. انا بقول دور النادي الاهلي احنا عارفينه واللي احنا عشناه. كمان سيدات النادي الاهلي بيتسابقوا ويحاولوا ان هم ياخدوا كورسات او يعني ياخدوا تدريب في التمريض. هو ده دور النادي الاهلي 67، غير طبعا التبرعات بقى اللي كانت موجوده من الجمهور ومن الاعضاء. 73 بقى حاجه تانية خالص، برضو في تبرعات، لكن اقول لكم على حاجه يعني نفخر بها جميعا بقى كنادي اهلي. لما طلبوا التبرع بالدم، النادي الاهلي اعلن في وسط اعضائه التبرع بالدم. عارفين حضراتكم اول يوم كم واحد جه؟ 8000 واحد. 8000 واحد يتبرعوا بالدم في يوم واحد. يا جماعه هي دي الوطنيه، هي ده هو ده النادي الاهلي، وهي دي الوطنيه اللي احنا عشناها.